وتحفيزا للجهات الحكومية لمزيد من البذل والعطاء. تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الفائزة بجوائز الملتقى الحكومي، وهي جائزة جودة التعليم وجائزة التميز في التواصل مع العملاء وجائزة أفضل الممارسات الحكومية، وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة تتويج لعمل الجهات الفائزة. هذه الإنجازات التي تتحقق هي ثمرة جهد كبير يبذل من قبل كافة الإخوان في الميدان للارتقاء بالتعليم، سواء على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الخاص أو حتى على صعيد مؤسسات التعليم العالي. أنا سعيد جدا اليوم أن وزارة المواصلات والاتصالات تفوز بإحدى الجوائز. أتقدم بالشكر والتهنئة لجميع موظفين وزارة المواصلات والاتصالات على جهودهم، وأشكرهم على عملهم في الفترة السابقة. ما في شك أن علينا تحديات أكثر ومشاريع أكثر نحتاج ننفذها. كنا تكريم وزارة الإسكان بجائزة تواصل مع العملاء للسنة الثانية على التوالي يعني لنا الكثير. في البداية أن احنا وزارة معنية أصلاً في التعامل مع المواطنين ومع العملاء، وأن نقدم لهم أفضل خدمات ونتواصل معهم بشكل مستمر. أيضا تعني لنا أهمية، لأن أهميتها تأتي من اهتمام الحكومة الموقرة في رصد جائزة تحمل هذا العنوان لتحفيز كل القطاعات الحكومية والوزارات الحكومية أن تقدم ما لديها في أن تتابع شؤون المواطن ومعالجة مسائل واستفسارات وإيجاد الحلول المطلوبة للمواطن. برنامج بدأ تدشينه في 2014، وإحنا كنا حريصين من البداية أن إحنا ننجز كل الشكاوي والاستفسارات أو حتى المقترحات بدقة تامة وجودة عالية. لله الحمد عقب تدشين البرنامج بسبع شهور في 2014 يعني أحرزنا على شهادة تقديرية من مكتب سمو النائب الأول، ولله الحمد. وعقبها العام في نفس هاي التوقيت في الملتقى الحكومي في 18/9/2016 أحرزنا الجائزة كتميز في خدمة العملاء في برنامج تواصل. والحمد لله رب العالمين، احنا جاهدنا يعني ضاعفنا جهدنا هاي السنه، والحمد لله بعد احرزنا المركز الاول هاي السنه. فالحمد لله رب العالمين، احنا اجتهدنا ولله الحمد ان احنا تميزنا بعد السنه بالمركز الاول. بدانا بهذا المشروع والتي فكرته تتركز على 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 الكشف المبكر للعوامل اخطار الامراض المزمنه التي ولتقليل من الإصابة منها، إلى جانب بناء مجتمع واعي يعرف ويطبق بأنماط الحياة الصحية لتوفير بيئة صحية كريمة قادر على العطاء ورفع الإنتاجية. مجلس الأعلى للبيئة على جائزة أفضل الممارسات الحكومية يعتبر داعم لدور المجلس ومحفز كذلك أن المجلس يقدم إن شاء الله في السنوات القادمة الأفضل. طبعا الجائزة لولا دعم مساندة سمو الشيخ عبد الله رئيس المجلس الأعلى للبيئة ما تحققت، وبركة جهود زملائي في المجلس الأعلى للبيئة. الأفضل الممارسات كان بخصوص إنشاء المكتب المشترك. الفوز بجائزة التواصل مع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي برنامج تواصل، هذه خطة وضعناها قبل عامين ان احنا نكون على
قرب أكثر من مراجعين الوزارة واللي تتعلق خدمات الوزارة بهم بصفة يومية. الشكاوي والاستفسارات والاقتراحات الواردة من النظام نفسه حاولنا أن نرد عليها بالوقت المسموح له. إحنا عندنا 48 ساعة كجهة مركزية تستقبل هذه الحالات، فحاولنا وخذينا عهد على نفسنا أن نأخذ الجائزة في 2017 والحمد لله خذيناها، وكل تقريبا 800 حالة ردينا عليها خلال المدة المسموحة اللي هي ما تجاوزنا 48 ساعة. احنا شرفنا ويسعدنا احنا هذا العام على التوالي العام الماضي وهذا العام ان احنا نفوز بجائزة هذا العام ايضا. الكشف المبكر هو يعتبر من اهم المشاريع ليس فقط على مستوى البحرين ولكن على المستوى العالمي، واحنا حققنا الكثير من الانجازات في هذا المجال من خلال العيادات والمراكز في المراكز الصحية الموجودة. الهدف هو تقليل نسبة الأمراض المزمنة التي تعاني منها مملكة البحرين ويعاني منها العالم.